حاجه عمرنا ما نصبنا على حتى شي كليان. حنا المشروع ديالنا الحمد لله والشركه ديالنا قائم، المشروع ديالنا قائم بداته كيف ما غادي تشوفوا معنا. انا غادي ندير بكم ان شاء الله باذن الله واحد الجوله باش تشوفوا الواقع اشنو كاين فيه. حنا الشركه ديالنا عمرها ما نصبت على حتى شي كليان. حنا كاينين شي كليان اللي ما قدروش انهم يتموا معنا البيع وكيطالبوا منا اننا نرجعوا لهم المبالغ التسبيق اللي عطاونا. حنا كشركه ما نقدروش نرجعوا كاع الناس لي زافونس ديالهم، لاقاش كما كتعرفوا حنا لي زابارتمون راهم واجدين، يعني واجدين للتسليم باش يجيو الناس يكملوا معنا الاجراءات ديالهم، يعني يتموا معنا البيع. حنا ما نقدروش نرجعوا كاع الناس الفلوس ديالهم، لاقاش راكم عارفين البروجي تبارك الله ماشي بروجي اللي كندويو على 100 بارتمان 100 شقه او 200، حنا راه كندويو على 4500 شقه. يعني ما يمكنش لينا حنا ديجا بنيناهم وجدناهم باش كلتا الطرفين يستافدوا. اول حاجه لو كليون يستافد انه ياخذ الشقه ديالو والبروموتور كذلك ياخذ المستحقات ديالو. حنا كما كتعرفوا دخلنا على واحد المشروع اللي كان ديجا واجد. حنا البروموتور ديالنا كما كتعرفوا كارير ديال 33 يعني حنا بغينا نعطيو واحد المشروع لواحد الاسر العائليه اللي يكونوا مفتخرين به ملي يكونوا داخل. حنا بغينا نديروا سكن راقي بثمن اقتصادي، يعني بغينا نعطيوهم واحد السكن اللي يكون كلشي راضي بهم. حنا هذوك الناس اللي كتقول اللي دخلنا عليهم حنا عمرنا ما دينا لهم حتى شي حاجه. كاينين شي وحدين اللي تممنا معاهم البيع وغادي تشوفوهم ان شاء الله باذن الله سوغ بلاص اللي ديجا سكنوا في لي زابارتمون ديالهم ومرتاحين. وكاينين شي ناس اللي ما قدروش يكملوا معنا ما تمموا معنا البيع، اللي الله يحسن العوان كل واحد وكل واحد والظروف ديالو. حنا عمرنا ما قلنا لشي سيكيغيتي انه يدير العنف على شي انسان، لاقاش هذا كيف ما قلتي كيبقى كليان ديالنا ولو كليون سي تاغوا. حنا كلياننا على راسنا وعينينا، حنا كنحترموا اي كليان عندنا جا مرحبا بيه. حنا هنا هنايا في الخدمه اي كليان ديالنا، يعني هنايا اللي بغى عنده شي سؤال يجي مرحبا بيه. حنا مكاتب البيع ديالنا سواء جاو عندنا جنان بوسكوره سواء جاو عندنا البيرو ديالنا اللي كاين في الشونتي اللي قريب اللي جا في الوسط ديال المشروع ديالنا. حنا في الاستقبال ديالهم عمرنا ما نضرموا شي كليان ولا عمرنا ما نديروا شي كليان ولا نطلقوا عليهم كما قلتي حاشاك هذيك الحيوانات. حنا عمرنا ما نديروها، عمرنا ما غنديروها ان شاء الله باذن الله. ومرحبا بكليانا اللي كيقول راه عمرنا ما غنديروها. حنا باش نكون واضحه معكم، حنا كاينين شي ناس اللي ما عرفناش واش هما اللي حنا عارفين ان كاينين شي وحدين اللي كيدعموا الكليان ديالنا بلا ما بدون ذكر الاسم، كيدعموا الكليان ديالنا كيحرضوهم او لا كيدعموهم باش يديروا هذا الشيء. بيان سور عندنا جهات منافسه راه معروفه بلا ذيك الاسم. حنا كما قلت لك حنا هنايا باركين في المكاتب البيع ديالنا باش نفكوا المشاكل اللي عندنا، يعني نلقاو شي حل مع الناس الزبناء ديالنا باش نرضيوهم ونرضيو كلتا الطرفين. حنا ما بغيناش داكشي كامل يكون، ما غنبغيو الضر لتا شي واحد. حنا بغينا نيسروا مع الناس ياخذوا الشقق ديالهم كيف ما جاو في 2017 شارين واحد لابارتومون، يعني اللي باغيين يسلموها وباغيين يستافدوا منها حتى حنا بغينا ان شاء الله باذن الله نيسروا معاهم الامور، يجيو يشرفونا بالزياره ديالهم المكاتب البيع ديالنا ونيسروا معاهم الامور ان شاء الله باذن الله ويتسلموا الشقق ديالهم بحالهم بحال كاع الناس.